نعم أحمد، أعلنت منذ قليل الرئاسة الجزائرية بعد أن نقل تلفزيون الجزائري خبر وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة في حدود 11 ليلا بتوقيت المحلي للجزائر. بوتفليقة كان رئيسا للجزائر لمدة 20 سنة منذ سنة 1999 إلى غاية 2019 بعد أن قدم استقالته في 2 أبريل سنة 2019 عقب حراك شعبي كبير طالب برحيله وعدم ترشحه لعهدة خامسة. الرئيس بوتفليقة كان مصابا بمرض عضال منذ عهدته الرابعة، ويبدو أن تفاقم ذلك المرض هو ما أدى اليوم إلى وفاته. الساحة السياسية في الجزائر أغلب النشطاء السياسيين ورؤساء الأحزاب وكذلك الشخصيات الفاعلة في الساحة السياسية تلقت هذا الخبر ونشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي تعزية في وفاة رئيس الجمهورية. حتى من اختلف معه سياسيا نشر التعازي وتمنى له الرحمة وقال أنه بعد كل هذا المسار هو من أحد الفاعلين في التاريخ الجزائري، وكان له مسار ثوري خلال فترة حرب التحرير، ثم بعد الاستقلال عين وزيرا للشباب والرياضة والسياحة، ثم بقي بعدها لأكثر من 7 سنوات وزيرا للشؤون الخارجية الجزائرية، أي كأين كان له دور فعال في الدبلوماسية الجزائرية وكذلك نصرة القضايا العادلة على المستوى الدولي، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية، وكان له إسهامات كبيرة في نشاط حركة دول عدم الانحياز، كما كان معروفا عليه نصرة القضايا الثورية والقضايا العادلة. رغم العديد من الاختلافات السياسية مع عبد العزيز بوتفليقة، الكثير قدموا له التعازي وقال بأنه من المؤسف أن تكون هكذا نهاية هذا الرجل بعد المسار السياسي الحافي له، وربما تشبثه بالحكم هو ما أدى أن خرجت مظاهرات كبيرة ضد هذا الرجل حتى يقدم استقالته في نهاية المطاف بعد مسار حافل، سواء من الناحية الثورية أو كذلك من الناحية السياسية. ومن المنتظر أن تعلن رئاسة الجمهورية عن باقي التفاصيل في بيان رسمي يوم غد، وهل ستكون هناك جنازة رسمية خاصة بهذا الرئيس السابق. ومن المنتظر أيضا أن يتم دفنه في مقبرة العالية، وهي مقبرة رسمية معروفة مدفون فيها عدد من شهداء الثورة التحريرية الجزائرية وكذلك الرؤساء السابقين للجزائر. حسن، كيف كان يعامل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عقب تقديمه الاستقالة؟ لأن أغلب من كانوا حول الرئيس السابق تم اتهامهم في قضايا. نعم، الرئيس السابق بقي في إقامته بشكل عادي ويحظى برعاية صحية بشكل عادي، أما محيطه مثل شقيقه سعيد فقد ذكر بعد أن تورط في قضايا فساد وكذلك في قضايا متعلقة بالتآمر على سلطة الجيش والدولة، وتم بعدها تبرئته من هذه القضية من قبل المحكمة العسكرية، لكنه بقي في سجن الحراش بعد أن توبع بقضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي والسياسي. هناك مقربون من الرئيس بوتفليقة كانوا ينشرون بعض المعلومات بأن الرئيس كان متأثرا بشدة بعد سجن شقيقه، حتى أنه تحدث عن المسار الحراكي الشعبي آنذاك وقال لأنه كان يريد خدمة الجزائريين، ولكن ربما هناك أناس كانوا معه وخانوا ثقته على حد تعبيره، وما نشرته بعض وسائل الإعلام من وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قال بأنه لم يكن ينتظر أن تكون هذه هي نهايته. لكن من ناحية الإقامة والرعاية بقي يتمتع بالظروف اللائقة، حيث كان يتلقى العلاج اللازم له، وكانت ظروفه يعني في إقامة رئاسية تحت حراسة إلى أن وفته المهنية اليوم. شكرا حسن الجزائري مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر.